من شيوخنا اكتسبنا مجدنا. تلك هي الحكاية، حكاية طفل دخل أبواب ناديه الأهلي ونظر بتأمل إلى صور رموز حراسة المرمى، فحلم بأن يكون جزءا من هذا الكيان، أن يسير على دربهم لنحكي يوما ما حكايته. هو حارس المرمى الصاعد حمزة علاء. ولد حمزة علاء الدين في مطلع عام 2001، ولم يكن في حكايته سوى حبه للأهلي الذي التحق من فرط عشقه بأكاديمية النادي، ومنها تم اختياره ليكون بين ناشئي القطاع. تدرج بين صفوف وفرق القطاع واضعا في ذهنه حلمه الكبير أن يذهب هناك إلى ملعب مختار التتش التاريخي ليدافع عن ألوانه ويسير على درب صور الرموز التي وقف أمامها حين كان يخطو خطواته الأولى. قبل أن يكمل حمزة عامه 20 كان قد بدأ الجزء الأهم من حياته حين تم تصعيده للتدريب مع الفريق الأول تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس وبإشراف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني. حمزة علاء الذي لا يزال يلعب مع فريق الناشئين بالنادي مواليد 2001 لا يزال يطارد حلمه الكبير، وهو الحلم المشروع، الطموح الحقيقي، وهو اللعب للأهلي والدفاع عن ألوانه وحماية شباكه. هذا هو الحلم الذي تتمناه معه جماهير ناديه، هو الطموح الذي نعيشه وتعيشه معه كل من يحب هذا الكيان، النادي الأهلي. حمزة علاء ابن قطاع الناشئين بالأهلي، معنا اليوم في الأشبال بقناة الأهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، واحنا دايما بنتكلم عن مركز حراسه المرمى في نادي الاهلي ومنتخب مصر، ومركز مهم جدا. ده مركز مهم جدا للكره المصريه، ابتدى سنه 34 في كاس العالم لما كان الكابتن مصطفى منصور هو حارس مرمى مصر وكان حارس مرمى النادي الاهلي. واحنا بنتكلم سنه 90 الكابتن احمد شوبير في كاس العالم 90 كان حارس مرمى النادي الاهلي وحارس منتخب مصر. وفي 2018 كان حارس مرمى منتخب مصر في كاس العالم كان محمد الشناوي. احنا النهارده ضيفي وضيفكم واحد من نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، هو موهبه فعلا تستحق الاحترام، موهبه ان شاء الله هتظهر للنور، عنده شخصيه النادي الاهلي، واحد ان شاء الله زي ما احنا بنقول في النادي الاهلي في الفريق الاول الحمد لله ان احنا مطمنين على هذا المركز. عندنا محمد الشناوي افضل حارس في مصر وفي افريقيا، ايضا عندنا علي لطفي، عندنا مصطفى شوبير، وعندنا ايضا حمزه علاء هو الحارس الناشئ في فريق شباب النادي الاهلي اللي احنا شفنا في المباراه الاخيره اللي فاز فيها النادي الاهلي من شارع الدخان كان بيحرس مرمى النادي الاهلي. في البدايه برحب بيك يا كابتن حمزه. ازي حضرتك يا كابتن هشام؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. ازي حضرتك في المقدمه دي؟ والله ده حاجه جميله جدا، يعني انا ما توقعتش كده خالص بصراحه. لا ده انت في قناه النادي الاهلي. بيتي والله، ربنا يخليك يا كابتن. قول لي بقى في البدايه كده، يعني بدايتك في النادي الاهلي. انا يمكن رحت اختبرت في النادي الاهلي من زمان في حوالي 2009. كان اللي بيختبرني في النادي كابتن طارق سليمان وكابتن تامر الدسوقي. كان عندك كام سنه؟ 9 سنين؟ كان عندي 8. 8 سنين. 8 يعني كنت داخل على 9 سنين. انا بالنسبه لي انا بدات كوره في اكاديميه اسمها اكاديميه برشلونه. كنت بروح عادي اكاديميه زي اي اكاديميه موجوده دلوقتي. جيت في 2008 رحت اختبرت في النادي، كان يعني اجرب كده اشوف الدنيا فيها ايه. بعدين رحت كابتن طارق سليمان يعني شاف في حاجه كويسه، فكانت بدايه خير الحمد لله. وكانت من وقتها البدايه. كانت وقتها البدايه الحمد لله. كان بعد ما اختبرت كابتن طارق مضى على الاستماره، وكانت يعني كانت اول خطوه ليا جوه النادي الاهلي. مين بقى اللي مرنك في البدايه؟ اول مدرب حراس ليا في النادي الاهلي كان كابتن وجدان عزمي. كابتن وجدان يعني الله يمسيه بالخير، يمكن بقى لي فتره ما قابلتوش بس ليه فضل عليا كبير جدا. كان هو حببني يعني في مركز حراسه المرمى، كان بيمرني انا ومصطفى شوبير واحمد طارق، وكان بيمرن كذا جون يعني في فرقه 2000 و2001، فهو كان ليه فضل كبير طبعا عليا وعلى مصطفى برضو، يعني هو اللي بدأ معانا يعني في النادي. كانت بداياتك وانت بتبتدي كان راسم لنفسك انك تبقى حارس مرمى،
ولا كنت راسم نفسك لاعب ولا بعد كده انت يعني جات ازاي في البدايه؟ انا اصلا كنت راسم نفسي لعيب كره يد. يد؟ انا قعدت فتره كبيره بلعب كره يد في نادي اليوبلس. يعني انا بعشق اللعبه دي بصراحه. حتى لحد دلوقتي بتفرج ما شاء الله مصر ومنتخب مصر مميز. لا وكمان الفريق دلوقتي ما شاء الله فيه ناس كتيره من نادي اليوبلس اعرفهم شخصيا يعني. واحد من اعز اصدقائي دلوقتي يعني بيشرفنا في فرنسا اسمه احمد هشام. يعني لا لعبه بصراحه انا شخصيا بحبها جدا يعني. هي في الاول كانت الهاندبول وبعدين يعني فضلت العبها شويه مع الكوره بس طبعا وصلت المرحله كان لازم اختار بقى خلاص يعني. مين اللي حول وجهه نظرك اللي بعد كده للكوره؟ لا هو انا كنت يعني انا كنت موجود بلعب اللعبتين مع بعض لحد مثلا 2013. ف 2013 يعني كان خلاص بقى كان حبيت الكوره اكتر. غير ان حبيت الكوره كان خلاص يعني كان وصلت المرحله في حياتي لازم اختار بقى يعني. اختار مستقبلي واشوف انا مصلحتي فين ويعني اللي فيه الخير ربنا يجيبه ان شاء الله. قول لي بقى حمزه مين المدربين اللي اتمرنت معاهم في النادي الاهلي في 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 سن الناشئين وتركوا فيك بصمه كبيره؟ لا كلهم بصراحه كلهم يعني المدربين كلها ما فيش مدرب اتمرنت معاه ما فادنيش وما زودش من قدراتي كحارس مرمى. طبعا في كابتن تامر الدشوقي ده زي ابويا في الملاعب يعني. كابتن تامر الدشوقي ما شاء الله مدرب ممتاز وبيعلم كمان كويس بيعلم واب أو يعني. هو مدرب في نفس الوقت هو يعني اخوك الكبير وصاحبك واب يعني ممكن تتكلم معاه في اي حاجه. في طبعا كابتن مصطفى فتحي بالنسبه لي ده برضو يعني يمكن احسن سنتين قضيتهم في حياتي في الناشئين كانوا مع كابتن مصطفى. ودي كان عندك وقتها كام سنه وقتها؟ كان عندي كانت السنتين اللي قبل المنتخب على طول كان عندي 16 و17 سنه. هم قعد معانا الموسمين دول ودول كانوا موسمين مهمين جدا يعني. في سن ال 16 سنه ده انا يعني الواحد بيكون عايز ان هو يبقى في احسن مستوى ليه عشان ساعتها بقى كان في اختيارات منتخب وكان في العين يعني كانت على فرقه ال 2001 وكنا على طول بنعمل نتائج كويسه فكانت دايما الناس بتبقى عايزه تتفرج على فرقه ال 2001. فدي كانت يعني كانوا سنتين مهمين جدا بالنسبه لي. فان كابتن مصطفى فتحي يكون موجود معايا فيهم دي كانت فرقت معايا كتير. وانت بتتكلم وانت بتقول ان السنتين دول كان وقتها في المنتخب كان منتخب وقتها الشباب كان بتاع كابتن ربيع ياسين. مظبوط. زعلت وقتها لما المنتخب ده ما كملش خاصه ما شاء الله ده كان منتخب اسماء ولاعيبه كمان يعني منوره في الكره المصريه وبدات الناس تعرف اسمائها وكابتن ربيع اشتغل معاك وقتها شغل كبير. لا بصراحه هو طبعا الحمد لله على اللي حصل الحمد لله على كل حاجه بس الواحد طبعا زعل ان احنا قعدنا فتره طويله جدا بنشتغل وبنتعب بنسعى ان احنا نوصل لهدفنا ان احنا نتاهل ل يعني امم افريقيا وان احنا نوصل الاولمبيات وان احنا نعمل كل حاجه. وطبعا بس يعني ربنا ما بيجيبش غير خير يعني فالحمد لله طبعا كل حاجه حصلت لسبب والسبب ده يمكن ربنا شايل لنا الخير فيما بعد يعني. وقتها اتعاملتوا مع المشكله دي ازاي خاصه المشكله دي يعني خدت وقتها؟ بصراحه المشكله دي يعني انا بالنسبه لي كانت صعبه جدا. كانت صعبه جدا جدا. شغالين بقالكوا سنتين حلم ليكوا انكم تلعبوا كاس امم وتوصلوا كاس عالم. بالمناسبه كاس العالم وقتها اتلغى صح؟ كاس العالم اتلغى فعلا وقتها. بس يعني بالذات ان احنا شغالين مع كابتن ربيع. كابتن ربيع على طول يعني شغل جامد وعلى طول شغل ان هو يؤهلك انك توصل لاي حاجه فانت كل يوم بتحس انك بتقرب كل يوم بتحس انك يعني خلاص قربت توصل لحلمك وقربت توصل للهدف اللي انت عايز توصل له. وفجاه في كام ساعه في تونس الدنيا كلها اتغيرت. تعب سنتين ضاع في سنه. ضاع بجد في 48 ساعه في 72 ساعه كانت الدنيا كلها علشان ما فيش عدم نظام وقتها وترتيبات اداريه مظبوطه والله دي حاجه بقى مش يعني يستحسن مالكش انك تتكلم فيها وانا معاك. الحاجه الثانيه برضو واحنا بتتكلم مع كابتن ربيع كنا بنذاعها هنا عندنا في الاشبال ولفت نظرنا وقتها وكانت حاجه ايجابيه واشدنا بيها في المحاضرات كان دايما السلام الوطني. دايما صح؟ دايما السلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه الكابتن ربيع بيكون موجود في المحاضرات اللي بيديها لكم بيشرح لكم فيها ولازم يبقى فيها على الاقل اغنيتين كده. اغنيتين وطنيين كده يحسسوك بمصر يحسسوك بحبك للبلد كده. بس كان طبعا الحاجات دي كلها يعني يمكن تبان ان هي ممكن تكون حاجه عاديه او حاجه بس فعلا بتفرق يعني بيبقى احساسها جميل وكده وانت واقف والدنيا كلها حاسس يعني بتعب انك تشوف فيديو مثلا للجيش وتشوف فيديو لحاجات كتير فالحاجات دي يعني بتدي دفعه يعني. طبعا انت حبيبك في بلدك وبتعرف طبعاً. انك ليك هدف كبير
وانت في منتخب مصر بتلعب باسم مصر. عايز ارجع مره ثانيه بقى للنادي الاهلي فتره الناشئين. ما شاء الله انت دلوقتي موجود في الفريق الاول، كل تدريباتك مع الفريق الاول الحمد لله. قول لي بقى اللحظه اللي جالك فيها التليفون يا كابتن حمزه انت بكره هتطلع تمرين الفريق الاول. انا كنت لسه مخلص تمرين في النادي، وكنت رايح يعني كنت رايح اشوف صحابي، كان مشوار اصلا. كنت انا رايح ناحيه الزمالك يعني ناحيه النادي اللي هو اهلي الجزيره. كنت انا فانا بالنسبه لي اصلا ان انا رايح في الطريق وعارف ان انا رايح في حته قريبه من النادي، وفجاه جالي المكالمه دي. فبالنسبه لي دي كانت يعني ان انا جالي المكالمه وانا قريب من النادي اصلا. فكنت حاسسها علامه اكتر ما هي حاجه يعني. كنت حاسس انت كنت معدي من معدي من جنب النادي يعني انت معدي بس مشوار. انا جالي المكالمه انت بكره مع الفريق الاول الساعه 9 الصبح. انا طبعا اولا الفطور جات فش خروج خلاص. نروح نروح نركز بقى. ولا يعني احسن 30 ثانيه في حياتي المكالمه دي، مش هنساها ابدا. المدربين في قطاع الناشئين وقتها كلموك، حد كلمك بدا بقى يديك نصايح التمرين طبعاً هو بكره يعني اقرب مدربين ليا طبعا كان كابتن تامر وكابتن محمد شرف. محمد شرف كان مدير فني وقتها كان بتاع الفريق. انا كابتن محمد شرف بالنسبه لي اكتر واحد كمدير فني فرق معايا انا في حياتي. محمد شرف خلي بالك مدرب محترم برضه، مدرب محترم وكلامه كله فرق معايا يعني. فعلا كلامه كله منطقي جدا، ويعني وانت بتسمعه لا هو عايز تكمل سمعه وعايز تكلم عايزه يتكلم لبكره. مش انا كل معلومه باخدها منه بصراحه بتبقى كويسه جدا يعني، بتفرق معايا جامد جدا. حضرت الشنطه ونمت بدري وداخل اول بقى ملعب مختار التتش. ما نمتش بدري قوي، ما كنتش عارف انام بصراحه. يعني النوم دي كانت بالنسبه لي انا اصلا بالنسبه لي ان انا طالع كل بقى اللي بفكر فيه ان في لعيبه تقيله قوي فوق، انا هطلع هسلم على مين ازاي وهكلم ده ازاي اكون بتمرن مع الكابتن الشناوي مثلا ازاي والحاجات دي كلها في دماغي بقى. وانا داخل انام وما نمتش مثلا غير قبل التمرين بكام ساعه. من القلق والخوف انك انت بكره هتشوف لا ما كنتش النجوم اللي انت بتحبها وتتفرج عليها كنت حاسس ان اول تمرينه دي كانه بالنسبه لي نهائي كاس عالم يعني. ان انا من لا يعني كانت طبعا لا كان يوم ما يتوصفش بصراحه. ده كان اول مره اول تمرين لك في التتش؟ اول مره كنت في شهر 11، كان عندي 17 سنه يعني في شهر 11 2018. طب اول ما دخلت بقى اوضه اللبس لا دي يعني في لعيبه من اللعيبه الكبار بييجوا يسلموا عليك يستقبلوك ازيك اسمك ايه شد حيلك كذا. هو كله بصراحه يعني كل اللي شافني يوميها واتكلم معايا كان كله كلام يعني ما تتوترش العب اللي تعرفه انت، لا ما كنتش هتبقى موجود هنا لو انت ما تستاهلش انك تكون هنا. والكلام ده كله طبعا انا في الاول سامعه انا هو كلام، لان انا اللي بيقوله لي يعني اللي بيقول لي الكلام ده انا مش مصدق ان هو بيقول لي انا يعني. واحد زي كابتن وليد سليمان مثلا واقف معاك في الاول يقول لي الكلمتين دول، انا بالنسبه لي انا كابتن وليد بيتكلم معايا، فدي اصلا لوحدها كانت شباك. وليد من اللعيبه المحترمه اللي ليه دور جداً مهم جدا لحد دلوقتي لحد مع اللعيبه الصغيره اللي بتطلع لحد دلوقتي. كل ما يبقى في اي حاجه هو شايف ان في حاجه يعني اي حاجه اي نوع من اي مشكله بلاقي بيكلمني بصراحه يعني مع لوحده. هو بصراحه قدوه يعني. اسمح لنا نروح لفاصل، وبعد الفاصل طبعاً. لسه عندنا حكايات كتير مع الفريق الاول خاصه كمان كاس العالم للانديه طبعا. نتكلم عنها حكايه واحده يعني. اهلا بحضراتكم من جديد. من ضمن اهداف لجنه التخطيط يعني الاستقرار يكون موجود خلال الفتره القادمه للنادي الاهلي. خطه الاستقرار دي في خبر نزل حالا دلوقتي، كابتن امير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الاهلي تم تمديد عقد صلاح محسن مهاجم الفريق الاول لكره القدم لمده 4 سنوات، بالاضافه الى الموسم الذي سوف ينطلق بعد اسابيع لتصبح مده تعاقد صلاح محسن مع الأهلي 5 سنوات كاملة. يعني دي من ضمن الاستقرار. الاستقرار دايما اللي بيجلب البطولات. مهم جدا يكون في استقرار في فريق كرة القدم سواء من الناحية الفنية أو من ناحية اللاعبين. برضو من أيام قليلة شفنا عمرو السلية مدد عقده، لجنة التعاقدات من النادي الأهلي مدد تعاقد عمرو السلية ليصبح 3 سنين. زي ما بقول لحضراتكم الاستقرار ده مهم جدا، والاستقرار دايما هو اللي بيجيب
البطولات سواء استقرار فني او استقرار في اللاعبين. كل التوفيق لصلاح محسن مع النادي الاهلي في الخمس سنوات القادمه باذن الله. كابتن حمزه، واحنا كنا بقى بنتكلم عن الفريق الاول محمد الشناوي. طبعا يعني محمد الشناوي دلوقتي اصبح هو حارس مصر الاول سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر. ابرز الحاجات اللي انت بتتعلمها من الشناوي وانت موجود دلوقتي يوميا معاه في تدريب الفريق الاول بالنادي الاهلي؟ هو طبعا شرف ليا ان انا اكون بتمرن مع كابتن شناوي، حاجه افتخر بيها وحاجه يعني تتقال فيما يعني في حياتي بعد كده، ان انا يعني كان ليا شرف ان انا اتمرن معاه فتره. وبصراحه انا كحمزه بشوف ان اكتر حاجه مخليه كابتن شناوي في المكان وفي يعني في المستوى اللي هو فيه اللي هو ثابت فيه بقاله فتره. وانت بتتكلم الصور الاربع حراس بتوعنا طبعا دول في التدريبات زي يعني كتله مع بعض كده. وطبعا يعني انا بشوف ان اكتر حاجه بتخلي كابتن شناوي ثابت في المستوى اللي هو فيه وفي عين الناس وكل ده، ان هو ما عندوش شبع يعني. ما بيوصلش لمرحله ويقول انا اكتفيت الحمد لله كده. طبعا الحمد لله على كل حاجه، بس يعني الحمد لله على كده نبص على اللي بعده. وهو عنده يعني الشغل ما شاء الله ما شاء الله بيشتغل زي ما كان بيشتغل من قبل كاس العالم اللي هو لعبه في 2018 في روسيا. يعني فهو يعني يجي من كاس العالم للانديه في الدوحه والنادي الاهلي محقق الثالث ومحمد الشناوي سبب، ما يقولش لا خلاص ده انا حققت النهارده ثالث العالم فريح. لا ده العكس. يعني هو كمان عشان المنتخب، فلاعيبه المنتخب نادرا قوي لما بياخدوا اجازه. يعني احنا يمكن في مثلا في الانترناشونال بريك اللي هو الاجازات بتاعه المنتخبات، التوقفات الدوليه، التوقفات الدوليه بيبقى فيها يعني ان احنا ممكن مثلا ناخد يومين ثلاثه كده راحه. هم مش ما بياخدوش راحه، بيروحوا على طول للمنتخب. فهو شغله قبل التمرين وبعد التمرين وفي التمرين، يعني ما شاء الله بيخش قبل التمرين بيشتغل لوحده، وبعدين بيتمرن وعلى طول شغله هو يعني كل يوم تمرينه زي اليوم اللي قبله زي اليوم اللي بعده، وبعد التمرين بيشتغل. فهي طبعا الواحد مش هيوصل للمستوى ده بدون سبب، يعني لازم يكون بيعمل حاجه عشان يبقى في اللي هو فيه ده. ابرز المواقف بقى اللي بتحصل بينكم دايما، خاصه انت موجود معاه في التدريب، موجود معاه في المعسكرات. انت دلوقتي طبعا متأيد افريقيا، وكنت موجود في قائمه الاهلي في كاس العالم للانديه، وموجود في القائمه الافريقيه، بتسافر مع النادي الاهلي، فخلاص دلوقتي بقيت متواجد مع الفريق بشكل مستمر. ابرز المواقف بقى اللي بتحصل بينك وبين الشناوي، علي لطفي، مصطفى الشوبير، حتى يعني قريب في السن برضه. لا احنا يعني كلها احنا العلاقه اللي بيننا مش شغل بس، يعني مش هو بس بنروح نتمرن مع بعض وخلاص. يعني احنا يعني انا لو في اي حاجه بكلم كابتن الشناوي، بكلم كابتن علي، بكلم اوفا، بكلم يعني احنا يعني اسره واحده، بنتكلم في اي حاجه وعلى طول في ظهر بعض. اللي بيلعب على طول احنا يعني اللي ما بيلعبش في ظهره، في التسخين مع بعض، في كل حاجه مع بعض. فدي طبعا فرقه يعني معانا كحراس مرمى يعني في النادي الاهلي. بس انا كابتن الشناوي يعني على طول بيحب يعني عايز موقف. لا هو يعني طريقه لبسي مثلا هو على طول اول واحد بيقول لي يا ابني مش هينفع ان انت بتلبسه ده. بس هي خلاص بقى يعني هو كل واحد بقى لا هو يعني كل واحد يعني طريقته في اسلوبه والستايل بتاعه. يعني هو طول ما الحمد لله يعني الواحد بيعمل كل اللي عليه في شغله، ف الحاجات دي بس هو يعني بيقولها طبعا يعني بهزار يعني مش يانكوني بقى قول لي. لا مش ال خاصة كمان يعني تجربة حراسة المرمى، مدرب أجنبي لأول مرة في النادي الأهلي ميشيل يانكوني، وعامل طفرة مع الشناوي في دي تطور كبير في مستواه. وأنت أكيد دي أول يعني أول مرة تتمرن مع مدرب أجنبي. أول مرة في حراسة المرمى فعلا. أول مرة وقبلها كان أول مرة برضو مع موسيماني، مع لا طلعت مع فايلر شوية. طلعت قبل موسيماني مع فايلر. طلعت شوية كان يعني بس مش فترة على طول موجود يعني. لا كنت بطلع مثلا لو في جون لا قدر الله مصاب، في حد مريح، في حد في المنتخب كده، كنت بطلع. بس هو ميشيل لا مش فارق بس مع كابتن شناوي، هو فارق مع الليجوان كلها يعني. دلوقتي ما شاء الله بنشوف كابتن علي بيلعب ما شاء الله رجليه في الملعب وبيأدي وكل حاجة. شفنا مصطفى بيلعب في الدوري، كان أول ماتش ليه وحاجة تتحسب له طبعا، وحاجة يعني حاجة كبيرة مش حاجة عادية يعني، إن يبقى جون في السن ده وبيلعب للنادي الأهلي فريق أول، دي مش حاجة
مش بتحصل بسهوله يعني دي ان حد يلعب في النادي الاهلي فريق اول دي بتحصل بشغل وتعب والواحد يستاهل مش لاي حد وخلاص. واحنا شفنا شغل مشير مع كله يعني الحمد لله. وانا لما نزلت لعبت مع فرقتي في الناشئين لسه هتكلم على المباراه اللي فاتت لا مش شايل الدخان يعني كمان الواحد حاسس ان هو يعني لا في الحمد لله الحمد لله حاسس ان هو في فرق يعني في كشخصيه وكمعامله مع الماتش وهدوء وازاي اهدي كره امتى واعمل كده. انت مش شرط تبقى حاجات بس مهاريه يعني في حاجات كتير لحارس المرمى. طب ايه رايك واحنا كنت بتكلم من شويه وجبت ميدو حسام جبت مصطفى فوزي انت عارفهم طبعا اكيد طبعا. فكره الاعارات اللي النادي الاهلي بدا ينتهجها سواء اعارات داخليه او سواء اعارات خارجيه من وجهه نظر حمزه شايف التجربه دي ازاي؟ طبعا اللعب اي حد اي لعيب كره في الدنيا بيتمنى ان هو يلعب حقيقي. بس في نفس الوقت اي لعيب كره برده بيتمنى ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي طبعا. يعني مفيش حد ما بيكونش عايز يبقى اكيد ومن اكبر نوادي العالم يعني انا يعني الناس اللي سافرت بره دي لو اي حد سالهم الفرق بين هنا و ما هم خلاك بيشتغلوا عشان يرجعوا تاني بالظبط النادي الاهلي. وبعدين اي بقى يعني مثلا المباني كل حاجه في لا فيفا النادي الاهلي في بالنسبه لمصر يعني فاحنا في اكبر نادي في لا مفيش بصراحه مفيش مقارنه حتى طبعا. لما الواحد بيروح يلعب ماتشات يشوف مثلا حتى الاستادات الكبيره استاد القاهره استاد لا مثلا اوضه اللبس عندنا لا يعني بنشوف تحس انك في النادي الاهلي طيب واحنا بنتكلم عن الاعارات احنا اطمنا عن مصطفى فوزي واطمنا عن ميدو حسام برضو لاعبنا الثالث في زيسكو في التشيكي محمد احمد بيسو برضو نطمن عليه. مساء الفل يا بيسو. مساء الفل يا كابتن اسامه ازي حضرتك اخبارك ايه منور قناه الاهلي الحمد لله الحمد لله وطبعا بسلم على حمزه يعني يا بيسو عامل ايه الراس اللي ليهم مستقبل كبير جدا في النادي والله ان شاء الله. طمنا عليك يا بيسو قول لنا اخر اخبارك في اجازه سريعه في مصر. ولا انا مبسوط طبعا مع حضرتك كابتن اسامه واحنا رجعنا يعني بسبب في توقف للمنتخب وكده وهم قالوا لنا بقى ان احنا لازم نستغل التوقف ده وننزل نخلص الورق بتاع الفيزا وكده ونرجع في اسرع وقت يعني ان شاء الله. احنا الناس طبعا متابعين معانا مدينا برنامج وبيتواصلوا معانا كل يوم كده لازم نبعت لهم التقرير بتاع التمرين عملنا ايه اشتغلنا ازاي والحاجات دي. كنا عرضنا لك لقطات خلال الحلقه السابقه ما شاء الله دلوقتي يعني متالق وبتحرز اهداف قول لنا اخبارك ايه في المباريات هناك. والله يا كابتن اسامه في الاول كان في صعوبه جدا سبب بقى طبعا الجو وان احنا صعب ان احنا نتاقلم في الاول وطريقه اللعب مختلفه تماما بس دلوقتي الحمد لله يعني الناس بتتكلم معانا كويس وان احنا دخلنا خلاص في الاجواء لا الدنيا دلوقتي اسهل بكتير يعني وبعدين برضو كابتن فراس هناك سهل علينا الدنيا قوي كابتن زيزو برضو سهل علينا الدنيا وكلامهم معانا يعني بيوجهونا لان هم يعتبروا الناس خبره برضو هناك فهم بيقولوا لنا نعمل ايه واللي هم دايما بيقولوا لنا عليه هو اللي بيطلع صح. طبعا برضو كابتن خالد بيبو بيتواصل معانا وكابتن امير توفيق فلولا كلام الناس دي وتوجيههم لينا ما كنا زماننا يعني دلوقتي اتاقلمنا في الدوره دي. اكيد دي تجربه مهمه جدا يا بيسو يعني زي ما كنت بقول لميدو ومصطفى احمد عبد القادر كان زيكم بالظبط وفي التشيك ورجع بخبرات اكبر ورجع بيته مره ثانيه النادي الاهلي. طموحاتك من التجربه دي ايه؟ بالظبط كده انا كنت قلت لحضرتك قبل كده موضوع احمد عبد القادر ده واحنا دلوقتي ابتدينا نشوف الكلام ده على ارض الواقع الفرق القوه البدنيه اللي ما بيننا وما بينهم في الاول كان الموضوع كبير وفي فرق بس دلوقتي يعني واحده واحده الموضوع بيقل يعني احنا بقى لنا ثلاث شهور او شهرين ونص ولا حاسين ان الموضوع كل فتره احنا بنتطور وبنبقى احسن فاهم فاحنا بقى شايفين يا كابتن اسامه الخطوه الجايه ان شاء الله ان احنا يعني دي مرحله ولازم نستغل المرحله دي كويس عشان نجهز نفسنا للمرحله الجايه لان اللي جاي هيبقى اصعب واحنا لازم يعني يبقى طموحاتنا انديه اكبر فانديه اكبر فانديه اكبر لحد اما النادي طبعا اول ما النادي يكلمنا يقول ان هو محتاج اي حد فينا طبعا احنا تحت امره ان شاء الله يا بيسو يعني ترجعوا النادي الاهلي وكل التوفيق ليكوا ولزمايلك. اخيرا يا بيسو قول لي بيقولوا ايه عن النادي الاهلي هناك في سكوف التشيكي؟ هم الاول يا كابتن اسامه اول لما يعني لقوا ان احنا عملوا اللي هو موضوع النادي الاهلي والموضوع مشي كويس وهو اول ما احنا رحنا واتكلموا معانا عن النادي هم يعني متابعين للنادي يعتبر النادي اكبر نادي في افريقيا وهو النادي الوحيد اللي مسمع في افريقيا يعني من وجهه نظرهم هم شايفين كده يعني ودي طبعا الحقيقه يعني مفيش غير النادي الاهلي يعتبر اكبر نادي في افريقيا وهم الناس شايفه ان النادي الاهلي نادي بمواصفات اوروبيه في افريقيا واحنا بنتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق يا بيسو
يعني هم فعلا الناس، يعني النادي الاهلي بالنسبه لهم ده المفروض لازم يلعب في اوروبا. واحنا ان شاء الله هنفضل معاك يا بيسو ومع زمايلك، ودايما اخباركم هتكون موجوده هنا معنا في الاشبال، ودايما هنكون ساندين وداعمين ليكم، كل التوفيق ليك. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استكمل حواري مع ضيفي الكابتن حمزه علاء حارس مرمى النادي الاهلي. حمزة طبعا عارفه من 10 سنين ولا حاجة، كنا مع بعض في الفريق، وهو جون كبير كبير من صغره، وبحب أشكره طبعا لما بينزل معانا بيزودنا وبيتقلنا وبيدينا طول في الملعب، وبيكون كده أمل لينا للفرقة. حمزة شخصية كويسة جدا ويعني وطيب جدا، يمكن اللي يشوفه من بره عكس ما يتعامل مع اللي يتعامل معاه، يعني يقول ان هو عكس ما بيشوفه من بره، هو شخصيته حازم وما شاء الله شخصيه كويسه، وهو طبعا المنافس بتاعي من زمان من اول ما جيت النادي. عايز اقول له شد حيلك وان شاء الله يعني مستقبل النادي الاهلي. جول كبير ونجم يعني بره وجوه الملعب ما شاء الله عليه، واحب اقول له ربنا يكرمه وان شاء الله الفرصه جايه ويثبت للناس كلها اللي هو قدها ان شاء الله. اتمنى له طبعا التوفيق في حياته، وان شاء الله اشوفه نجم كبير في منتخب مصر واشوفه في اكبر حته. ما شاء الله حمزه، يعني علاقه طيبه بتجمعك بلعيب فريق 2001، حتى كمان عاصم يعني الحارس الثاني برضو بيتكلم عليك كلام جيد. لا ده والله الفيديو ده فرحني جدا، يعني انا دول يعني ربنا يعلم دول بالنسبه لي. رب انت معاهم وزمايلك تلعب معاهم ماتشات على طول. لا ويعني بعيدا عن الماتشات، يعني اخواتي عشره عمر كلهم، يعني عاصم ده كان اول منافس ومنافسين بعض، وجاله سنين لعب هو وسنين لعبت انا، ومعانا دلوقتي محمد اشرف برضو كوتوموتو ولا المنافسه طبعا منافسه شريفه ومنافسه كويسه، وهم بصراحه اتنين حراس مرمى هايلين جدا، ويعني بصراحه كلام عاصم ده فرحني جدا، وكلام حجاج ومغربي واحمد سيد غريب واحمد سيد عبد النبي، وهم كلهم بصراحه كل اللي اتكلموا لعيبه كبيره وكلهم يستاهلوا يبقوا موجودين في الفريق الاول، وقتهم هيجي، وبقول لهم ان شاء الله استمروا واشتغلوا شغلكم اللي انتم متعودين عليه، وربنا هيكرمكم في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بقى التجربه اللي احنا عملناها يوم السبت الماضي لما ذعنا المباراه هنا، مباراه الاهلي والشارقه الدخان، اول مباراه في دوري الجمهوريه، بدات الجماهير والناس تعرف اللعيبه الموجوده في 2001، بدات الناس كمان لا ده عندنا حارس مرمى ما شاء الله عليه بيلعب برجله من تحت، عنده ثقة، لا لعيب كبير يعني. هي بصراحة يعني بنشكر حضرتك طبعا ان الماتشات دي بتتذاع، دي اشكر إدارة قناة الأهلي هي بس هي لا بصراحة قناة الأهلي خلاص دلوقتي بقت في حتة تانية، يعني مش يعني مش محتاجين ان احنا هي يعني قناة النادي الأهلي النادي الوحيد اللي في مصر اللي عنده ما شاء الله قناة فخمة يعني تتشرف بيها في أي حتة، بس هو يعني حاجه كويسه جدا، مش حتى مش عشان الجمهور يشوف ان في حارس مرمى، لا عشان الجمهور يشوف ان في سرد باك وان في باك رايت لعيبه كلها طبعا ان في لا بصراحه هي هتفرق كتير، والفرقه دي بصراحه برضو تستاهل، لان الفرقه دي فرقه جابت بصدارات كتيره للنادي وبتعمل نتائج كويسه وادائها على طول كويس وكده، فهي حاجه تشرف يعني طب قول لي بقى كاس العالم للانديه واختيارك من ضمن المنظومه او من ضمن القائمه اللي مثلت النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، شعورك ايه مع ان دي احتفاليه او بطوله كبيره بطوله عالميه؟ وانت كان عندك وقتها كام سنه؟ 17 سنه ولا 18 سنه؟ لما طلعت مع الفريق الاول كان عندي 17 سنه. لما اسمك موجود من ضمن القائمه اللي بتمثل النادي الاهلي في كاس العالم للانديه كان عندي 20 لا اقل من 20 سنه كمان، كان يعني عندي 19 سنه. اصغر حارس موجود في محفل عالمي زي ده، كان عندي شعورك في ايه؟ كاس العالم كان عندي 19 سنه وانا شعورك لا دي انا يعني انا لو حكيت لحضرتك انا يوم السفر انا عرفت ان يعني انا قبل السفر بيومين كان في كلام ان انا ده على طول كل ما بتتكلم عن كاس العالم دي هتلاقي الصوره دي جت كده والله يعني يعني مصور الفريق دي جابها حتى ما كنتش متفق معاه ما كنتش اي حاجه جت كده سبحان الله يعني هي بس ده طبعا حاجه كبيره نوير مثلك الاعلى في الكره العالميه اكيد طبعا هو
تاريخ يعني تاريخ وارقامه بتتكلم عنه وهو مش يعني مش محتاج ان مش انا يعني مش محتاج ان انا اتكلم عليه يعني ده بس انا سفر كاس العالم ده انا قبل السفر بيومين قبل السفر بثلاث ايام كان عندنا ماتش فسالت كابتن سيد قلت له ايه فيها ولا موجود ولا لا عشان بس يعني اكون بس ايه مركز والدنيا قال لي وان شاء الله وربنا يكرمك وتيجي معانا ومش عارف ايه وبعدين قبلها بيومين كلمني وقال لي للاسف ما فيش نصيب تطلع معانا وانا اصلا بالنسبه لي ان انا في اسمي محطوط مش 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 عشان اطلع لا اسمي بس محطوط ليفاندوفسكي كل نجوم بقى من والله الجنين اللي جابهم بس عادي بقى قبل السفر بيومين انا ما كنتش يعني كان قال لي ان خلاص مفيش نصيب وانا بس ان انا ان هم بيفكروا ان هم ياخدوني دي بالنسبه لي كانت حلم ان 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 هو مجرد تفكير ده اصلا كانت حاجه يعني انا قبل السفر بثلاث ايام ان هو قال لي هتيجي انا ما كنتش مصدق نفسي فبعدها لما قال لي مش هتيجي ما زعلتش قد ما انا كنت مبسوط بس ان هي ان انا في يعني ان انا ممكن مش قلت لك هات لنا مديره كاس العالم؟ ما هي جت بعدها لا انا بعدين بقى رحت النادي يوم التصوير بتاع البدله ده اللي هو لما لقيت اسمك موجود ده يوميها اساسا انا ما كانش ليا بدله وسبحان الله يا شاء القدر ان انا اخد بدله حد من اللعيبه اتصور بيها بس جبنا لك البدله كمان الله ده شغل عادي شغل عادي قوي ده وانا بتصور خلاص انا ماشي يعني انا اتصورت وهمشي بقى خلاص ما تعرفش انك انت موجود الفرقه هتخلص التصوير ده ويروحوا الاوتيل عشان يسافروا بعدها بيوم فانا خلاص مروح وركبت العربيه ومشيت فبعدين لقيت كابتن سيد بيكلمني بيقول لي ارجع هتيجي معانا وكانت احلى مفاجاه دي احب اقول لحضرتك ان انا كنت على كوبري اكتوبر والدنيا زحمه جدا جدا انا عايش في التجمع والنادي في الجزيره فانا كل يوم باخد كوبري اكتوبر ده كله فالدنيا زحمه قوي وخلاص بقى يعني مش مسافر والدنيا زحمه ويوم بقى مش باين له اخر فلقيته بيكلمني بيقول لف وارجع حسيت ان الطريق فك مشيت خلاص حسيت ان والله الطريق فتح وخلاص هلف وارجع واروح النادي حمزه قول لي كم بطوله مع النادي لحد دلوقتي الفريق الاول دوري الموسم اللي فات دوري وكاس كاس واثنين افريقيا اثنين افريقيا وسوبر افريقي سوبر افريقي ثالث كاس عالم انديه وانت لسه بتبتدي حياتك في النادي الاهلي كل البطولات دي كان اسمك موجود فيها في قوائم النادي الاهلي الحمد لله ان شاء الله مزيد من الانتصارات ومزيد من البطولات خلي بالك في ناس ممكن تلعب 10 سنين و15 سنه تاخد دوري واحد لا ما هو لكن النادي الاهلي الحمد لله ده حظنا احنا بقى احنا في النادي الاهلي هنا كل واحد بياخد نصيبه الواحد الحمد لله الحمد لله نصيبه يبقى موجود في النادي الاهلي وبين لعيبه كبيره ومنظومه يعني الواحد يفتخر ان هو جزء منها ودي حاجه الحمد لله يعني ان شاء الله حمزه كل التوفيق ليك اهم حاجه السلاح اللي دايما يعني تمسك بيه دايما اجتهادك في الملعب وهو ده اللي يفتح لك كل حاجه والتوفيق ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن شرفتنا ونورتنا يا كابتن حمزه شكرا يا كابتن الشرف ليا انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جدا يعني بشكر ضيفي الكابتن حمزه علاء حارس مرمى النادي الاهلي بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه سواء مع فريق شباب النادي الاهلي او مع الفريق الاول اللي تم تصعيده منذ فتره بكده وصلنا لنهايه حلقتنا ان شاء الله يوم الخميس القادم هنذيع لحضراتكم على الهواء مباشره هنا مباراه دوري 2003 تحت 18 سنه اول مباراه في دوري الجمهوريه لدوري 2003 هتكون ايضا مباراه الاهلي مع الشرقيه للدخان وهنكون مع حضراتكم في استوديو تحليلي على الهواء مباشره على قناه الاهلي بس له حاجه قول لازم بس ما ينفعش امشي من غير ما اشكر اهلي ان هم والدي ووالدتي وجدتي اهلاويه بطريقه يعني لا توصف بصراحه وهي اهلي واخواتي طبعا كلهم واحب بس اشكرهم يعني ان هم على طول واقفين جنبي يعني واحنا بنشكرهم هنا برضو على قناه الاهلي بشكر حضراتكم شكرا جزيلا شكرا والى اللقاء